خلاص، ما دام الدكتور قالك تسيبك من موضوع الخلفه سيبك منه وركزي معاه شويه، يمكن يجي اليوم كده اللي يطلع لك صوت وتنطقي. يا اختي وهو الخلفه اللي هتمنعه من الجواز يا خايبه؟ خايفه من وليها الحربايه اللي بره؟ مخافيش، دي حربايه عايزه تكوش على الدنيا واللي فيها، عايزه تجوز ابنها وتبسط ابنها وتخلف لابنها واحنا نقعد نتشل هنا. ان شاء الله هتتصالح على عزرائيل وياخدها مننا ونخلص. يا بنت هو انت عفشه قوي في موضوع الخلفه ده؟ لا، كلام الدكاتره يا خايبه بيجيب ورا، كلهم بيجيبوا ورا. بس انا عندي فكره غير موضوع الدكاتره. انت هتقولي لهم انك عايزه تروحي بكره الصبح للدكتور وقال ايه عايزه تاخديني معاكي. طبعا هم هيستغربوا، عارفين انك بتكرهيني وما بتطقنيش وتتمني لي. لا انا اقول انت ما تعملي ليش كده. وبعدين لما انا هسمع منهم هقوم قافشه في الكلمه وقال ايه بحبك وعايزه اروح معاكي للدكتور واطمن عليكي. هيقوموا برضو يستغربوا وعارفين ان انا ما بطقكيش والحاجات الحلوه اللي احنا مخبيينها لبعض دي. الا الا ما تقوليليش انت مالك رايحه فين؟ هوديكي في حته هيخلوكي فيها حبله بين يوم وليله. بس بقول لك ايه، تعملي حسابك كده في كام الف جنيه عشان في شويه حبايب لازم يترش عليهم. انت مالك؟ بكره هتعرفي، ويا خبر النهارده بفلوس. بكره الصبح هيبقى ببلاش. خدي خدي طهري جوفك. جدع يا وزه.